السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة جدا جدا بسعر لقطة. موقع مميز بجوار الشارع الرئيسي والخدمات العامة تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. شفنا بعض عند هنا دي واجهة العمارة، واجهة ممتازة جدا جدا ما شاء الله. وعندي هنا موجود المدخل، بوابة عندي، واسانسير، وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شقتنا اللي فيها العرض بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين ومتشطب كمان كويس جدا، تشطيب جبسون بورد الوان هاديه وديكورات مميزه. على يمين هنا موجود عندي اول غرفه نوم، تشطيب عندي تشطيب هادي جدا. وعندي هنا دي الاطلاله بتاعتها بتطلع عندي هنا على مساحات خضراء ممر بين عمارتين. على شمالنا هنا موجود عندي الحمام، وقصادنا هنا على طول موجود عندي مطبخ امريكاني. عندنا هنا دي اطلالة الريسبشن بتطل عندي على مساحات خضراء وارض فضاء. المطبخ عندي هنا من الداخل، بعد منه مباشرة موجود عندنا هنا الغرفة التانية، التشطيب عندي هادي جدا. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، روت ريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية. ممتاز وجميل جدا جدا. العرض بتاعنا يكون قد اكتمل ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق التالت علوي تالت طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص العقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة الإعدادات كهرباء مميزة، احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر 190,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 6,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.